أهلا وصباح الورد. قررت اليوم أني أدرس بشكل مباشر وياكم في عيب آيبادي. راح أبدي أدرس، يبقى ورقة وقلم خلها وياك، طول ما احنا نمشي طر على بالك شيء كتبه دونا، إذا عندك أسئلة اكتب لي إياها. فاللي راح نبدأ نناقش اليوم واللي راح نبدأ ندرسه اللي هي المنافسة في البزنس. إذا كنت في بزنس الموضوع راح يهمك وايد، راح نبدأ نعرف ونشوفها من وجهة نظر جديدة. شنو هي المنافسة وشون نبدلها حق compensation، تعويضات بدالها. فقد يقول competition in business هي نفس المنافسة في البزنس، هي نفس صراع بين اثنين او اكثر في مخاوف ان مو كل واحد فيهم ما يقدر ياخذ كفاية من اللي هو يحتاجه. هذا المنافسة صح؟ they fight with one another، يتهاوشون بينهم بين بعض علشان يقدرون ياخذون كل اللي يقدرون يحتاجونه من السوق. Don't fear، يقول لا تخاف. Your neighborhood جارك is، لا تخاف ان جارك او منافسك ياخذ اكثر من الحياة من اللي انت قاعد تاخذه. و don't try، لا تحاول انك تبدي تنافس نفسك مع اي شخص او مع اي شيء في الحياة. Competition in business it has been said، قالوها من اول، هي روح العمل، روح البزنس. بس هو عنده وجهة نظر ثانية، يقول but I don't think that competition in the form of، من الصراع. فهو يقول صح ان المنافسة روح البزنس، بس راح نبدي نفهم ليش هي روح البزنس، بس مو هي المفهوم المنافسة ان اطيح اللي يمي، اقطع عليه ما ادري شنو، اطيح سمعة بضاعته، تعرفون الزين عندي والشين حواليني نبي نوقف. هذه مو هذه روح البزنس المقصود فيها. Fighting and lying about each other and each other business، مو هواش ما بين أشخاص أو ما بين business، إذا مو هي الروح الصحيحة اللي قاعدين نتكلم عنها. I know it is not، rather than that I call it competition in the spirit of business. بدال نبدي نسميها منافسة، خلنا let call us compensation. شنو يعني compensation وليش نبدي نسميها compensation؟ Compensation means equal return for that which is given. Wow. راح نبدي نشرحها الحين. It means a balance، توازن، of that quality or service that is extended to another. I am certain that if you coded your life, which is your business, along the path of compensation rather than competition, you will find it more enjoyable and compare your quality and service with another. Wow. يقول the better your service the greater the reward the more business you will attract. Okay، فالمنافسة تعني انك تهد بزنسك وتقعد تجاب البزنس اللي يمك وتقعد تطقه طق، فتحط هدف، مو هدف شلون تكبر بزنسك، هدف شلون اطق اللي يمي. هذه المنافسة روح البزنس اللي يسمونها. احنا بنبدلها، روح البزنس هي مو المنافسة، وليس سموها روح البزنس، لان شلون اركز على مشروعي، شلون اركز على اهدافي، وشلون ابدي اطور الخدمة مالتي، ما لي علاقة شو يسوون منافسيني، ما لي علاقة وين قاعدين يروحون، شو قاعد يشتغلون علي بشغلي. The better service، كثر ما قدمت خدمة افضل كثر ما العوائد راح تكون افضل، وكثر ما راح تبدي تجذب بزنس افضل حق شركتك. فهذا الفرق بين الكومبنزيشن، التعويضات، إيكوال ريتيرن، شنو اللي قاعد تعطيه من خدمة ومنتج هو اللي راح يبدي يرجع لك. فإذا خدمتك مو زينة لا تطق ليمك ولا تقول هو قاعد ياخذ أكثر مني، قدم خدمة أفضل. إذا اتبعت هذا القانون، شنو دائما نقول الكون كله محكوم في قوانين، إذا اتبعت هذا القانون you will find، راح تشوف أنها هي عبارة عن golden rule، قاعدة ذهبية in any life، في اي حياة او في اي بزنس. ما ننافس، ما نحط هدف نطق اليمنى، تعرف نفس شنو، تخيل في عمارة 10 ادوار وانت يمها ارض فاضية كذي، الان عندك طريقتين علشان تصعد على المنافس مالك العمارة اللي 10 امتار. الطريقة الاولى اللي هي تهدمها، تكسرها، وراح تدش بمشاكل قانونية اخلاقية، وراح تكسر قوانين الكون وراح يرجع لك كله عليك، بصحتك، بكذا تسوي له مشاكل،
تحطه بمصايب. الطريقة الثانية انك هذه الارض مالتك الفاضية تبني فيها ناطحة سحاب لدرجة 10 أدوار ما تبين، وبكذي تركز على نفسك. فهذه هي القاعدة الذهبية، You will be certain to succeed، راح تكون متأكد انك راح تبدي تنجح. No matter، بغض النظر if there an or another so called competitors، حتى لو في منافسين كبار بمجالك. Seeking business in the same block، بمعنى اذا اتبعت هذه القاعدة راح تبدي تنجح بشكل كبير وبشكل مؤكد، حتى لو في منافسين وياك بنفس الحارة، بنفس الشارع، بنفس المنطقة، في منافسين كبار، نجاحك انت لان قاعد تشتغل مع القانون راح يكون مؤكد. وفي سبب ترى هذا الشيء، واحدة اللي هي من قوانين الكون اللي هي الكوز والإفكت، السبب والتأثير. فشنو السبب اللي قاعد تعطيه؟ فشنو أفكارك، مشاعرك وتصرفاتك لما تهدم بزنس يمك وتنافسه؟ وشنو أفكارك ومشاعرك لما تكون مركز على بزنسك وقاعد تعطي؟ هذه العوائد راح تيك، عشان شي راح تكون متأكد. الحين شنو يصير إذا أنت ما كنت قاعد تنجح؟ If you are not succeeding، إذا أنت ما كنت قاعد تنجح. If you lack any good thing، قاعد تفقد الأشياء الحلوة. Look more closely to the cause، القي نظرة معمقة قريبة على السبب، ليش قاعد يصير كذي. هاي الآية الجميلة اللي قريناها كلنا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ابحث عن سبب الخلق بالحياة، شلون صار هذا العمران، شلون صارت هذه الأجهزة، شلون احنا كبشر، ابحث عن السبب. فهني قاعد يحذنا نسوي نفس الشيء كذي، أفضل مواد. Look more closely to the cause. Is it not outside? It is not outside. هو مو شيء برا. It is somewhere within. بداخلنا. See where you fail. شوف وين فشلت في استخدام هذا القانون. شوف وين فشلت في استخدام هذا القانون بطريقة صحيحة. Or where you fail in your consciousness. في وعيك. To think rightly. إنك تفكر بطريقة صحيحة. واحدة من المواد اللي اذكر احنا قاعدين ندرسها مع بوب هي تعلمك مو بس شلون تفكر، حتى في تي اي ار هذه هي واحدة من اساس المادة، هي مو بس شلون تفكر، هي بشنو انت قاعد تفكر، وهذه نقطة وايد عظيمة. فاذا كنا فاشل، اذا كنا ما قاعدين ننجح، اذا كنا ما قاعدين ناخذ الاشياء اللي احنا نبيها، ابحث عن السبب. السبب مستحيل يكون خارج نفسك، السبب موجود سموير في مكان ما بداخلك. يعني انك ما قاعد تشتغل مع قوانين الكون صح، عشان كذي هذه يمكن رسالتنا بنوع الناس في قوانين الكون وشلون يشتغلون وياها، او بالكونشسنس الوعي مالك، شلون قاعد تفكر، قاعد تفكر بطريقه صحيحه ولا لا. There are three points، راح نبدا نناقش 3 نقاط مهمه الحين.